عند مرقد الوصي عليه السلام المؤمنون يحيون ذكرى وفاة نبي الأمة محمد صلوات الله عليه وآله. البرلمان يناقش عددا من مشاريع القوانين وقانون الأحوال الشخصية في طور الإقرار. العراق يستعد لإجراء التعداد السكاني في تشرين الثاني المقبل، والحكومة تسخر الإمكانات لتسهيل الإجراءات. السوداني يؤكد أهمية تلبية متطلبات مشروع طريق التنمية وقرب إنجاز الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات. أهلا بكم. تواصل جموع الزائرين توافدها نحو مرقد الإمام علي عليه السلام في مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، التي توافق 28 من شهر صفر. وشهدت المدينة المقدسة في النجف الأشرف توافد الزائرين القاصدين مرقد أمير المؤمنين لإحياء زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم صلوات الله عليه. وأكملت العتبة العلوية المقدسة والجهات الأمنية كافة الاستعدادات لاستقبال المعزين المشاركين في ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فيما استنفرت الدوائر الخدمية والصحية لإحياء هذه الزيارة. وسام كاظم والتفاصيل. إحياء لذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تستعد مدينة النجف الأشرف لاستقبال الجموع المليونية المعزية لمرقد الإمام علي عليه السلام. وتباشر الحكومة المحلية بوضع خطة أمنية وخدمية لتأمين الزائرين الوافدين إليها. في هذه الزيارة، زيارة استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، كان هناك اجتماع ضم كل الدوائر الأمنية والخدمية والصحية برئاسة محافظ النجف المهندس يوسف قناوي. شدد ووجه كافة الدوائر بأهمية انسيابية دخول الزائر الكريم إلى محافظة النجف الأشرف وإلى المدينة القديمة بانسيابية وسلاسة، بحيث لا يوجد هناك أي قطوعات للطرق. الدوائر الخدمية والصحية تستنفر جميع ملاكاتها لرفد الزائرين وأصحاب المواكب في الطرق المؤدية إلى المرقد المطهر، فيما تشارك هيئة المواكب الحسينية بأكثر من 6000 موكب عزائي وخدمي. عملت بلدية النجف على دعم بلدية المدينة القديمة بالجهد الآلي والبشري لإتمام الزيارة المباركة. باشرت مفارزنا الطبية وحسب الخطة الموضوعة من الإدارة العامة، هذه المفارز انقسمت على 69 مفرزة طبية موزعة على المحاور الثلاثة وأهمها مركز المدينة، إضافة إلى قرابة 85 عجلة إسعاف، إضافة إلى المفارز الطبية المشاركة من العتبة العلوية. اليوم دائرة صحة النجف مستعدة استعداد كامل، هي ومستشفياتها، لإنجاح هذه الزيارة المباركة. العتبة العلوية المقدسة تستكمل جهودها من خلال تأمين خدمات الطعام ومياه الشرب وإيواء الزائرين الوافدين من مختلف الدول الإسلامية من خلال بوابة مطار النجف الأشرف الدولي، الذي يستقبل قرابة 70 رحلة يوميا. من النجف الأشرف، سام كاظم، الفرات. استقبل محافظ النجف الأشرف يوسف مكي قناوي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مطار النجف الدولي للإشراف على الخطة الأمنية لزيارة الإمام علي عليه السلام. وأكد المحافظ في تصريح صحفي أن الحكومة وضعت خطة أمنية شاملة لضمان سلامة الزائرين خلال إحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وأضاف قناوي أن الخطة تتضمن تنسيقا واسعا بين الأجهزة الأمنية المختلفة، مشددا على أهمية توفير بيئة آمنة للزائرين طوال فترة الزيارة. أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف عن مشاركة 1800 منتسب و80 عجلة إسعاف في خطة زيارة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. وأوضح مدير إعلام الصحة ماهر العبودي أن الدائرة وضعت خطة متكاملة لتقديم الخدمات الصحية للزائرين، تضمنت توزيع 54 مفرزة طبية
في مركز المدينة. وأكد السنفار جميع مستشفيات المحافظة لخدمة الزائرين بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى. للمزيد مشاهدينا الكرام، ينضم معنا في المرصد الخبري من محافظة النجف الأشرف مراسلنا من هناك السجاد الخاقاني. سجاد، مرحبا بك، إن كنت جاهزا صف لنا الأجواء بالقرب من الحرم العلوي المطهر وتوافد الزارين المشاركين في العزاء. تفضل سجاد. سجاد إن كنت تسمعني تفضل، نسمعك. سنكون مع سجاد لاحقا عندما يكون جاهزا. طبعا نبقى في مرصدنا الخبري. نعم نعم نعم، السجاد الخاقاني الآن جاهز. سجاد إن كنت تسمعني تفضل، الكلمة لك. ونحن في هذه الليلة العظيمة، ليلة استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والتي تشهد مدينة النجف الأشرف طواف الملايين الناس الذين يتوافدون إلى مدينة النجف الأشرف لإحياء هذه الليلة العظيمة. وكما تشاهدون في هذه الأوقات المواكب الحسينية التي تزحف إلى مدينة النجف الأشرف التي تقدم المواساة والعزاء إلى سيد ومولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. احصائيات لهذه الاعداد ولهذه المواكب الحسينيه التي تشارك وتعزز الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. واقعا هناك اكثر من 6000 موكب خدمي نصب هنا في المدينه القديمه، اكثر من 1400 موكب عزائي داخل المدينه القديمه يقدم العزاء الى سيد ومولاي امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. الاداره الحكومه المحليه باشرت بتنفيذ الخطه الخاصه استشهاد النبي الاكرم صلى الله عليه واله. وزاره الداخليه بكل مواردها وتشكيلاتها الامنيه عززت قدراتها هنا داخل المدينه القديمه وقسمتها على 3 محاور بالتعاون مع وزاره الدفاع التي اشتركت في الدفاع يعني الدفاع الجوي وطيران الجو الذي يغطي سماء مدينه النجف الاشرف بالتعاون مع هيئه الحشد الشعبي ايضا الامنيه يعني صحيا دار صحة النجف وبالتعاون مع 7 محافظات اشتركت في دار صحة النجف وإضافة إلى الدفاع المدني والكثير من الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية التي وصلت إلى مدينة النجف الأشرف واشتركت في هذه الزيارة المليونية. وأيضا إدارة الحكومة المحلية عززت الباصات وهذه التفويج العكسي من كربلاء إلى مدينة النجف الأشرف، وأيضا هذه عملية التفويج العكسي إلى المرائب وإلى الدراجات التي خصصت لنقل الزائرين الكرام الذين وصلوا إلى مدينة النجف الأشرف. وكان هناك جهد قدمي واصل من العتبة العلوية المقدسة بأكثر من 100,000 وجبة إطعام يعني يومية تقدم إلى الزائرين. كذلك فتحت أروقة السيدة صحن السيدة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام لاستيعاب واستقبال ملايين الزائرين هذه الجموع المؤمنة التي تصل إلى مدينة النجف الأشرف. واقعا هناك قراءات وإحصائيات لهذه الجموع المؤمنة التي تصل إلى مدينة النجف الأشرف تختلف عن سابقاتها من الأعوام السابقة. واقعا الزائرين إلى حد هذه اللحظة هي في المداخل والمحاور الرئيسية إلى مدينة النجف الأشرف، وما يعني هذه القراءات تدل على أرقام تختلف عن سابقاتها وأعداد كبيرة جدا تعزي سيدي مولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا هذه الزيارة المليونية التي وصلت إلى مدينة النجف الأشرف كما تشاهدون وكما تنقل قناة الفرات الفضائية هذه الزيارة المليونية من داخل المدينة القديمة وبالقرب من مرقد العلوية المطهرة. شكرا جزيلا للسجاد الخاقاني، حدثتنا من النجف الأشرف.
رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل بعد قراءة عدة مشاريع قوانين. مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 170 نائبا، حيث أنهى القراءة الأولى لعدة مشاريع قوانين. مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية لهذا اليوم أنهى وباشر بقراءة مشاريع قوانين عدة، حيث أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون الحفاظ على التراث الثقافي، كما باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني. في سياق آخر، أنهى المجلس أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، كما قرر مجلس النواب تأجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة بطلب من اللجنة المعنية، وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون الصحة النفسية. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد البالكي أن اللجنة تعمل على إجراء تعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية، أبرزها عمر الزواج الذي سيتوافق مع القانون المدني الحالي، مضيفا أن موضوع الحضانة ستتم مناقشته ليضمن حقوق الأم والأب والأطفال على حد سواء. بعض المسائل التي لها مساس ومتعلقة بمقترح القانون وأثير اللغط حولها، خاصة مسألة العمر ومسألة الحضانة وبعض المسائل الأخرى، هذه الأمور سيتم سيادة الرئيس سيتم تضمينها في أصل المقترح، وبالتالي لن ننتظر كتابة المدونات لكي يعرف السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ما هو الموقف منها. بالنسبة لعمر الزواج سيتم تحديده في أصل مقترح القانون، وسوف يكون قريب جدا أو موافق للعمر الموجود في القانون الحالي. القانون الحالي يسمح بالزواج في حدود 14 مع وجود حجة ضرورة من قبل القاضي في المحكمة وبعمر 15، صح هو يحدد 18 ولكن يسمح بموافقة القاضي وولي الأمر بهذا العمر. سيدنا في مقترح التعديل سيتم تضمين هذا العمر وتحديده بنص صريح بهذا الشكل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة الحضانة أيضا سيتم تضمينها بشكل متوازن يحفظ حقوق أطراف العلاقة، الأب والأم والطفل، وهذا أيضا سيتم في أصل مقترح القانون. في إطار الجهود المبذولة لتوضيح التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، يستمر مكتب السيد الحكيم بإقامة الورشات النقاشية لمعالجة الثغرات القانونية وتقديم نصوص أكثر وضوحا وإنصافا في ظل المخاوف والتشويه الذي أثير مؤخرا حول التعديلات المرتقبة. تقرير حسين ياسين. إيضاحات مهمة على الاستفهامات التي ما تزال تدور حول مدونة التعديل على قانون الأحوال الشخصية قدمت خلال الورشة النقاشية التي يستمر باستضافتها مكتب السيد الحكيم، حيث شهد اليوم الرابع لانعقادها تسليط الضوء على قضايا جوهرية تتعلق بالإرث وحقوق المرأة وفق ثوابت الشريعة الإسلامية. تثار أكاذيب وتضليل على تعديل القانون مثل زواج القاصرات، وهذا ما موجود لا بتعديل القانون ولا بالشريعة وبالفقه فقه الإسلامي. كذلك عدم تملك المرأة أو عدم حصولها على الإرث، هذا أيضا غير صحيح، وأكاذيب كثيرة. يعني مثل هكذا ندوات تقام في هذا المكان، يعني لغة الحوار هي لغة صحية واستفهام قضايا الشرع من خلال ناس مختصين وفقهاء وشيوخ بالدين، تعطي للناس إشارة أنه ما هي خلفية هذا القانون. ومن الجوانب المهمة التي تخللت جدول أعمال الورشة استيعاب جميع الملاحظات والإشكاليات المطروحة حول تفصيلات المدونة، وبضمنها التي تواجه توزيع الإرث في القانون الحالي لتفنيد المخاوف والتشويه
الذي أثير مؤخرا من التعديل المرتقب، حتى لا يكون هناك تخوف من النساء من الأولاد إنه لربما تحرم المرأة من الأرث، من زوجها، من أبوها، من ابنها. فهذا لازم يضمن في هذا القانون حتى نحافظ على المرأة، لأن أساس بناء الأسرة هي المرأة. فهذا القانون أنا أقولهم لا تتخوفون منه بهذا الشكل الكبير. إن شاء الله مجلس النواب حريص في المجلس على إنضاج قانون مهم وقانون قوي، وأيضا لا يكون هناك وراه تعديلات أو شوائب أخرى. في المحصلة فإن مثل هذا النوع من اللقاءات المتنوعة فكريا وعقائديا يهدف وفق مختصين إلى معالجة الثغرات والوصول إلى نصوص قانونية أكثر وضوحا وإنصافا للمجتمع، وعدم الاكتفاء بالحلول السطحية التي قد تؤدي إلى تعقيد المشهد القانوني. حسين ياسين الفرات، بغداد. جمع عدد من أعضاء مجلس النواب تواقيع نيابية لمطالبة الحكومة بإرسال مشروع قانون الخدمة الاتحادية. يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع الموظفين وتوحيد سلم الرواتب في البلاد، إذ يهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية التشريع وضمان العدالة في توزيع الرواتب بين الموظفين. استقبل رئيس كتلة تحالف قوى الدولة فالح الساري رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي بحضور رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي، وتناول اللقاء مجموعة من القضايا المهمة التي تهدف إلى إنصاف شريحة ذوي الشهداء وتعزيز حقوقهم. الاجتماع ركز على بحث الخطوات التي تتخذها مؤسسة الشهداء لتخليد الإرث الكبير للشهداء، والعمل على كشف ظلامة الحقبة البعثية المريرة التي حكمت العراق بالحديد والنار. كما تم التحديد والتأكيد على أهمية توعية الأجيال الحالية بالمجازر التي ارتكبت خلال حقبة البعث بحق أبناء البلد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل. وطالب الساري بإدراج شهداء المثنى والمحافظات الجنوبية الذين استشهدوا أثناء القصف الأمريكي في العام 1991، لاسيما شهداء الجسر في السماوة، وشمولهم ضمن قوانين مؤسسة الشهداء لإنصافهم. يستعد العراق لإجراء أول تعداد سكاني وطني منذ أكثر من عقدين في 20 تشرين المقبل، وسيكون هذا التعداد إلكترونيا مستخدما التكنولوجيا الحديثة لجمع البيانات. هذا ووقع صندوق الأمم المتحدة للإسكان والحكومة العراقية مذكرة تفاهم لدعم هذا المشروع. تشير التقديرات طبعا الحالية إلى أن عدد سكان العراق بلغ 46,010,000 نسمة في كانون الثاني من نفس هذا العام. ويهدف التعداد إلى توفير بيانات ديموغرافية محدثة ضرورية للتخطيط والتنمية الوطنية، حيث أن آخر تعداد سكاني أجري في البلاد كان عام 1997. أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي أن محافظة بغداد مستقرة وجاهزة لإجراء التعداد العام للسكان، وأكد أن التعداد سيسهل عمل الحكومة الإلكترونية وأتمتت الإجراءات. وأوضح العلوي أن التعداد سيحل مشكلة عدم احتساب الهجرة من المحافظات الأخرى إلى بعض مناطق بغداد، مما سيساعد في توزيع المشاريع بشكل أكثر دقة،
كما أشار إلى أهمية التعداد في الجوانب السياسية والأمنية والانتخابية. من جانبه أكد مستشار وزارة التخطيط علي المبرقع أن الوزارة تهدف إلى تحقيق دقة لا تقل عن 97% في التعداد لضمان تنمية حقيقية وناجحة، وأشار إلى تحسن مشاركة الكوادر التربوية في عملية التعداد من 60% إلى 90%. ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكان، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة استعدادا للتعداد السكاني المقبل. وقال بيان حكومي إن القرارات شملت فرض حظر للتجوال في عموم البلاد يومي 20 و21 من تشرين الثاني لإجراء الإحصاء السكاني، بالإضافة إلى معالجة متطلبات تدريب الكوادر الإحصائية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان وتسريع تحويل المتطلبات المالية لتمويل المشروع. وقرر الاجتماع أيضا استضافة رئيس هيئة الإحصاء في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات ودراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976. من أبرز القرارات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى للسكان لمناقشة التعداد السكاني المقبل، حيث تقرر فرض حظر تجوال في جميع محافظات العراق يومي 20 و21 من تشرين الثاني لإجراء الإحصاء السكاني والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لتدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر، ودعم أيضا وزارات التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة للعملية الإحصائية من خلال توفير مرافق للتدريب، وأيضا اعتماد تقرير شامل عن الإجراءات والمؤشرات المتعلقة بالقضايا السكانية يتضمن نتائج التعداد العام والمسوحات الاجتماعية والاقتصادية. أطلقت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية التابعة لوزارة التخطيط أولى خطوة التعداد السكاني في العراق لعام 2024، وتتمثل هذه الخطوة في مرحلة الحزم والترقيم والحصر التي تشمل عملية ترقيم وحصر شامل للمساكن والمباني والمنشآت في جميع محافظات العراق. وصرحت الوزارة في بيان رسمي أن أكثر من 30,000 باحث مدرب ومؤهل سيشاركون في هذه العملية موزعين على جميع أنحاء البلاد، وستستمر هذه المرحلة لمدة 2 شهر متتاليين، حيث سيتم خلالها زيارة جميع المساكن والمباني والمنشآت لترقيمها وحصرها وتحديد إشغالها ومواصفاتها وخصائصها. أعلنت وزارة التخطيط عن بدء المرحلة الأساسية من التعداد السكاني لعام 2024، وهي مرحلة الترقيم والحصر، وتتضمن هذه المرحلة إرسال نحو 30,000 باحث ميداني إلى مختلف أنحاء العراق لتنفيذ عملية حصر وترقيم شاملة بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة عن السكان والمساكن. تقرير أحمد الزيدي. بدء المرحلة الأساسية من التعداد السكاني العام 2024 هو ما أعلنت عنه وزارة التخطيط، وهي مرحلة الترقيم والحصر، إذ تعد هذه العملية جزءا حاسما من العمليات الميدانية للتعداد لرسم خارطة دقيقة للتركيبة السكانية في العراق، حيث يتوجه نحو 30,000 باحث ميداني إلى مختلف أنحاء العراق لتنفيذ عملية حصر وترقيم شاملة. تبدأ عمليات الحصر والترقيم في عموم العراق التي تستمر لمدة 2 شهر، وتتضمن ترقيم الدور والمباني والمنشآت والحيازات الزراعية، وأيضا عد الأسر في عموم العراق. من 15/9 إلى 20/11 موعد تنفيذ التعداد ستكون مرحلة أولى لجمع البيانات التي تنتج عن عمليات الحصر والترقيم، وكذلك استكمال المتطلبات الفنية والإدارية واللوجستية. الوزارة أوضحت أن الهدف من هذه المرحلة هو جمع بيانات دقيقة وشاملة عن السكان والمساكن، مما سيساهم في تحسين السياسات العامة
وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية. وأكدت أيضا أن هذه العملية تتم وفقا لمعايير دولية لضمان الدقة والشمولية. التعداد يوفر بيانات ومؤشرات تفصيلية عن كل أفراد وليس فقط عن السكان، بل عن المباني والمنشآت وكل ما يتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين. هو عادة ما يجرى كل 10 سنوات، لأنه مشروع كبير وضخم يراد الاستعدادات وأموال وكلف وجهود مضاعفة. هذه هي فرصة للدولة أن تعيد رسم سياساتها من خلال البيانات والمعلومات التي ستتأتى من الميدان. ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية لعدة أسابيع، تتم خلالها تغطية جميع المحافظات والمدن العراقية، وتحث الوزارة المواطنين على التعاون مع الباحثين لضمان نجاح التعداد وتحقيق الأهداف المرجوة منه. لقناة الفرات، أحمد الزيدي، بغداد. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط السيد عبد الزهر الهنداوي. سيد الهنداوي، نرحب بك معنا في المرصد الخبري. ما هي الإجراءات الرئيسية التي ستتخذها وزارة التخطيط لضمان دقة وشمولية التعداد السكاني المقبل في العراق؟ شكرا جزيلا، حياك الله أخي مسلم، وحيا الله مشاهدي الفرات في كل مكان، مع خالص التعازي والمواساة بذكرى استشهاد نبي الرحمة رسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تأكيد حقيقة الوزارة وهيئة الإحصاء اتخذت كل الإجراءات والآليات التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان سير عملية التعداد العام للسكان وفقا للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ونحن نتحدث ولأول مرة مضينا باتجاه التعداد الإلكتروني. كان القرار جريئا أن نتجه نحو أن يكون التعداد إلكترونيا، ولكن حقيقة رغم جرأة القرار تمكننا من استكمال كل المتطلبات الفنية والتقنية الخاصة بهذه العملية، بدءا من توفير الأجهزة اللوحية بمواصفات خاصة، مرورا بإنشاء مركز البيانات ومركز الاتصالات وغرفة للعمليات، وأيضا تنزيل الصور الفضائية للوحدات الإدارية ضمن برامج خاصة للتعداد ستفيدنا كثيرا في عملية الترقيم والحصر. كل هذه المتطلبات استكملت حقيقة، وأصبحنا نقف على جهوزية عالية باتجاه إجراء التعداد العام للسكان، حيث تابعتم معنا اليوم انطلقت المرحلة ما قبل الأخيرة التي هي مرحلة الترقيم والحصر في عموم البلاد، والتي تمثل مرحلة متقدمة وأساسية ومهمة بالنسبة لإجراء التعداد العام للسكان. وبالتالي نحن نتحدث عن استعدادات بمستوى عال بمواصفات ذات دقة عالية تضمن نجاح التعداد وفق المعايير العالمية. نعم. طيب سيد الهنداوي، اليوم يعني هذا التعداد، التعداد السكاني، هناك تحديات أمنية، هناك تحديات لوجستية في بعض المناطق، هناك مناطق نائية، مناطق غير مستقرة. أثناء إجراء هذا التعداد، كيف ستواجه الحكومة هذه التحديات؟ هذا صحيح، وقد يعني عددنا العدة ووضعنا الخطة بكل هذه التفاصيل ولكل هذه الاحتمالات وكل هذه الظروف التي ربما تشهدها بعض المناطق، بعض المحافظات هنا وهناك، وقد وضعنا الخطة على هذا الأساس. هناك لجنة أمنية عليا برئاسة سيد وكيل وزارة الداخلية، وهذه اللجنة حقيقة تضم في عضويتها ممثلي كل الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، وهذه اللجنة وضعت خطة محكمة ومتكاملة، وحقيقة الأجهزة الأمنية موجودين معنا شركاء أساسيين في عملية إجراء التعداد العام للسكان بكل فقراته، بكل مراحله، بكل فعالياته، وحقيقة نحن نعول كثيرا على هذا العمل. وخلال التجربة السابقة، تجربة التعداد التجريبي، كان ذلك واضح، كان حضور الأجهزة الأمنية وفر أجواء هادئة وأجواء آمنة سواء كان للأسر أو للباحثين الذين يقومون بتنفيذ العملية. وبالتالي أيضا في ضوء معطيات ومخرجات التعداد التجريبي،
قمنا بمعالجة كل الإشكالات أو المشكلات التي كان متوقع ظهورها، والعملية ماضية. لكل الاحتمالات وضعنا خطة تتناسب وأهمية وخطورة هذه الاحتمالات. جيد. سيد الهنداوي، شنو أبرز النتائج المتوقعة بعد التعداد، بعد التعداد السكاني؟ يعني كيف ستساهم مثلا في تطوير السياسة الحكومية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟ تعلمون ويعلم المشاهد الكريم انه العراق لم يشهد تعدادا سكانيا يعني شاملا بمعنى الشمول الكامل منذ عام 1987، وبالتالي هناك اكثر من 37 سنة غاب فيها التعداد. هذه الفترة الزمنية الطويلة حقيقة خلقت فجوة كبيرة وهائلة من الحاجة الى البيانات. اليوم نتحدث عن هذه الفجوة، وبالتالي لا يمكن أن نردم هذه الفجوة إلا من خلال إجراء التعداد. التعداد سيوفر لنا قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الوضع في العراق، وبالتالي سيؤشر لمواطن الخلل، سيؤشر لفجوات التنمية، سيحسم الكثير من الإشكالات الموجودة في الواقع والمشهد العراقي. لعل في مقدمة هذه الإشكالات هي قضية عدالة توزيع الثروات بين المحافظات هذه التي طالما أثيرت وتثار، أنه كثير من محافظاتنا العزيزة تشكل على وزارة التخطيط وتشكل على الحكومة الاتحادية أنها لا تحصل على مستحقاتها على اعتبار أن عدد سكانها أقل مما هو أو أكثر مما هو مقدر، وبالتالي التعداد سيحسم هذه الإشكالية، سيعطينا أرقاما وحجوما حقيقية ودقيقة لكل محافظة، على أساس ستضمن المحافظات حصولها على مستحقاتها وحقوقها كاملة. الناطق باسم وزارة التخطيط السيد عبد الزهر الهنداوي، كنت معي ضيفا كريما من بغداد، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ضرورة تلبية الاحتياجات الفنية والاقتصادية لمشروع طريق التنمية، مشددا على دوره المحوري في اقتصاد العراق والمنطقة. جاء ذلك خلال استقبال السوداني لممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية لوزارة النقل، بحضور عدد من المستشارين لمتابعة سير الأعمال في المشروع. وشهد اللقاء استعراضا لمراحل تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالمتطلبات الفنية والاقتصادية للمشروع. أكدت وزارة الإعمار والإسكان أن الأعمال في مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد ستنتهي منتصف العام المقبل. وصرح المتحدث باسم الوزارة أن العمل في هذه المشاريع مستمر على مدار الساعة دون توقف، وأضاف أن هذه المشاريع تجري وفق ما هو مخطط لها، مؤكدا أن إنجازها سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة الازدحامات المرورية التي تعاني منها العاصمة منذ سنوات. تقترب وزارة الإعمار والإسكان من إكمال الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، والتي تشمل تطوير ساحتي عدن وصنعاء ومشروع الدورة سيدية ومجسر ونفق معسكر الرشيد، حيث من المتوقع افتتاح هذه المشاريع في الشهر العاشر من العام الحالي. التفاصيل مع صباح حكيم. تشمل المشاريع التي تشارف على الانتهاء ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات تطوير ساحتي عدن وصنعاء ومشروع الدورة السيدية ومجسر ونفق معسكر الرشيد، ومن المتوقع افتتاح هذه المشاريع في الشهر العاشر من العام الحالي. أما المشروع الأول ضمن الحزمة الثانية وهو الجسر الموازي لجسر الصرافية ومجسر بوراثة، فس
سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، وتسعى وزارة الإعمار والإسكان إلى إكمال 90% من مشاريع الحزمة الأولى بحلول نهاية السنة الحالية. أنجزنا العديد من مشاريع الحزمة الأولى، أنجزنا قرابة 7 إلى 8 مشاريع، وإن شاء الله سنتمكن أيضا من افتتاح 4 مشاريع خلال الربع الأخير من العام الحالي. سنتمكن إن شاء الله من افتتاح مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء خلال الشهر الحالي، خلال شهر أيلول، إضافة إلى أنه إن شاء الله سنتمكن من افتتاح مشروع دورة سيدية ومجسر ونفق معسكر الرشيد إن شاء الله خلال شهر العاشر. الحزمة الثانية من المشاريع التي يبلغ عددها 15 مشروعا فقد انطلق العمل في بعضها منذ أشهر، حيث تواصل الجهات المعنية العمل على مدار الساعة لإنجاز تلك المشاريع وافتتاحها أمام المواطنين، مما يسهل حركة المرور ويخفف الازدحامات المرورية ويوفر للمواطنين أكثر من طريق للوصول إلى أعمالهم ووظائفهم. يخفف من الازدحام، يخفف من أعباء الحياة اليومية والمشقة اللي المواطنين اللي يعبروها، وهي صراحة يعني هاي كان ينتظرها الشعب. احنا دائما نشد ايدنا على ايد رئيس الوزراء ونقول له الانجازات خلي تتوسع بها بعد اكثر، يصير انشطة حكومية، توسع بالبنيان، الاتجاه نحو بناء أماكن سكنية للفقراء. ومع استمرار الحكومة في مشاريعها الخاصة بفك الاختناقات وتأهيل البنى التحتية في أغلب الأحياء البغدادية، فإنها تمضي أيضا في ملف تفعيل قطاع النقل العام مثل مترو بغداد والقطار المعلق. بالإضافة إلى ذلك تتخذ الحكومة قرارات خاصة بتحديد ساعات الدوام لبعض الوزارات والمؤسسات والجامعات والكليات لتخفيف الازدحامات المرورية. صباح حكيم، الفرات. أجرى محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي جولة تفقدية لصندوق الإسكان لمتابعة إجراءات تقديم المواطنين على مبادرة السكن. وأكد المحافظ أن ذي قار هي الأولى بين المحافظات في استلام طلبات المواطنين، مشيرا إلى وجود انسيابية في الإجراءات وجهود كبيرة في الدائرة في هذا الجانب، وشدد على استمرار دعم إدارة المحافظة للصندوق لتأمين تسديد جميع الدفعات للمواطنين. التقى أعضاء كتلة تحالف قوى الدولة وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل في مقر الكتلة داخل مجلس النواب بحضور رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي لبحث عمل وزارة الكهرباء خلال الزيارة الأربعينية. بيان للكتلة ذكر أن اللقاء تطرق إلى الخطط التي أعدتها وزارة الكهرباء للأشهر المقبلة والمنهاج الذي تسير عليه الوزارة لزيادة الإنتاج والقدرات وتأهيل البنى التحتية لقطاع النقل، وتم التأكيد على أهمية تنفيذ هذه الخطط بشكل فعال لضمان تحسين الخدمات الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الكتل السياسية والوزارة الحكومية بهدف تحسين الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. في ختام المرصد الخبري نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.